يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زخا فقلت لو زك بالله يا أبتاه من الزخ فقال يا فاطمة ائتيني بالكسل يماني فغطيني بفاطمته بالكسل يماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه إطلاله كأنه البدر في ليلة تمامي وكماله وما كان إلا ساعة وإذا بولدي أنا حسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكسوى أقبل الحسن نهو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء بدن الحسين نهب الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكسوى فقال عليك السلام يا ولدي ويا شوفي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسوى اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فقبل علي نهب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي
قد أذنت لكم فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليه السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فنبغت من جميعا تحت الكساء. أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء يوم أبي يد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن حول أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهمهم لهمي ودومهم دامي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم، وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واجب عنهم الرس وتحرهم تطهيرا. محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مرهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم؟ سادس. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبس الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرهية ولا قمرا منيرا ولو شمسا مزية ولو فلكا يدور ولو بحرا يجري ولو فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين بأي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء، فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهبنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد. فقال علي عليه السلام يا أبي يا رسول الله، أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء
من القول عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا: ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل بمحافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولو مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Her şey gitti.